السلام عليكم عائلتنا الزوينه، لاباس عليكم. جيناكم فيديو جديد ونهار جديد وفلوغ جديد. غتقولوا الاخوان شنو كاين اليوم؟ فدونك حنا باقيين في اكادير الاخوان، ولكن هذا غيكون هو اخر فيديو. فدونك حنا كنصوروا لكم هذا الفيديو بالليل الاخوان. غتقولوا علاش صورتوا هذا الفيديو بالليل؟ فاليوم الاخوان غنوريكم داك الشيء اللي عطاتنا نسيبه واللي عطاونا الناس الحباب اللي جيرانها. الله يعمرها دار ولاد الناس وبنات الناس. وكاينين اش غنقول لكم الاخوان، والله الا عائله، ماشي نقولوا جيران، عائله. هادو هما اللي كيتسموا عائله ماشي جيران. فهاد الشيء راه ولينا كنشوفوه قليل الاخوان في المدن، ولينا كنشوفوه قليل في العروبيات، ولينا كنشوفوه قليل بزاف د الحوايج. فجارك وما كيعقلش عليك، وهنا باقى ديك العيبه ديال ان جارك راه هو عائلتك، يعني كيعاونك في اي حاجه. جا عندك الناس الضياف كيعاونك، كيطيب معاك بزاف د الحوايج كيديرهم معاك جارك. والله اخواني لهنا، والله الى الناس الحلاوه، الحلاوه اقسم بالله الحلاوه. الناس انا ديال الجيره والله الا الله يعمر هذا، اقسم بالله الناس هنايا الله يعمر هذا. فاخوان غنوريكم شنو ماما سايا شنو عطاتها وشنو عطاوها الضياف تا هما، واي حاجه غتبان لكم في هذا الفيديو هذا ديال شنو غندو معنا غدا ملي غنكونوا شادين الطريق ان شاء الله في الصباح الرباط. اجيو تشوفوا معنا، بقاو مع الفيديو وما تزعقوش. ايوا 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 الخوت ما سخيتش، والله ما سخيتش، ما بغيتش نمشي الصراحه، ما باغاش نمشي وما بغيتش نمشي، وبغيت نبقى هنايا وبغيت نرد غير شويه من داكشي اللي ما عشتوش مع امي. ولكن الحمد لله، المهم عندنا ما نديرو، مكتوب الله وكيتصرف، مكتب عليا تكون في بلاصه وانا نكون في بلاصه. معليش ماشي مشكل، واللي عنده والديه يتهلا فيهم الخوت، بالخصوص الام حيت كتكون شي حاجه اللي قريبه لولادها، والام هي اللي كتعطيك كل شيء، ما كاين حتى شي واحد غيعطيك شي حاجه. باش نكونوا واضحين وما نافقوش بعضياتنا وما نغطيوش الشمس بالغربان، حتى واحد ما غيحنفك من غير والديك. نقطه ورجعوا للسطر. المهم اخوتي، انتم اول حاجه هي الزيت، هذه زيت العود ديال بني ملال الخوت. بني ملال معروفه بالزيت، معروفه بزيت العود. هذه بني ملال ديال زيت العود، شوفوا كاينه هذه القرعه هذه ديال الزيت، هذه راه معصرنا في المعصر. وكاينه هذه زيت الزيتون البنات، هذا الزيتون كيجي دابا في بني ملال، كاين المعصرات ديال الزيت. كتمشي للمعصره كيقول لك، كتقول لهم عطوني الزيت، كيشدوا الزيتون كيجيبوه من الشجره وكيعصروا كيعصروا كيعصروا كيعطوك الزيت ديالو. انتما هذا الزيت العود صراحه عطاتني امي بزاف ديال الحوايج، الله يعطيها الخير. انتما هذا العشوب، هذا راس الحانوت كيدار مع الرفيسه، ها هو هذا راس الحانوت. ها هي فين كاتبه لي مسكينه باش نعرف شنو هو، كاتبه لي الاعشاب. انا هو العطار ديال الحومه. وثالث حاجه البنات، انتما هذا العسل، جبت هذا العسل الحر البنات. انتما استنى نوريكم هذا العسل الحار، هانتوما شوف هذا العسل الحر البنات، ناضي حتى هو من بني ملال. هذا العسل ديال بني ملال، و بالمناسبة اختكم ملالية، أنا من بني ملال، تولدت في بني ملال وتزاديت في بني ملال وكبرت في بني ملال، عاد تحولت من بني ملال، ما أنا كبرت فيها. العسل الحر هذا ديال بني ملال، بني ملال هي اللي فيها العسل، هي اللي فيها الزيت، هي اللي فيها كلشي بني ملال، أما هي كادير فيها زيت أركان، معروفة بأركان. هذا بخور ريحته واعرة يا البنات، هذا البخور هذا. هذا صفطات لي جدة، هاهو وردت منو هنايا، هذا ديال الحج ماشي ديال هنايا. هذا البخور وهاد الطويسة هادي، شنو كاين هنا؟ والله ما عرفت شنو كاين تما، انت ما عرفتش. نشوفو شنو كاين هنا، ريحة السلة معايا، بغات تفتح يدي مع فيهم الزيت، الزيت القراع ديال الزيت. هادو خصنا نديرو ليهم، ندير لهم سكوتش املو، كان املو تما. هذا البنات املو، هذا طحناته الوالده ديالي، هي اللي طحناته، راه ما فيه حتى حاجه البنات، راه فيه الزنجلان، فيه اللوز، فيه داكشي كامل اللي كيتقاد به املو، زيت ارغان، فيه كلشي. ها نتوما شوفوا هذا املو مصيبه، ماما هي اللي طحناته،
طحنته لي بيديها. عارفه سفيان مهاوش على امنه؟ امنه زوين تبارك الله صراحه كيعجبني انا امن. امنه زوين في الفطور حتى انا كيعجبني. ما كنتش كناكلو تذقته واحد المره ويعجبني. هذا امنه. هادي داكشي اللي كان في هاد الكرطونه هادي. هادي الكرطونه الاولى ردوا ليها حوايجاتها. وفي هاد اللحظه كتجمع والله ما صحات بميمتها مسكينه. ودابا غندوزو لتاني حاجه للناس هي هاد السطل هذا. ها هو شنو يكون هنا؟ تكون وقيلة الحلوى. مضروب على الحلوى يا خويا. ها نشوف انا الاولى. سير سير لي سير لي شوفو في الكاميرا سير لي. انا عرفت غيكون الحلوى. نشوف ماشي الحلوى ها. اه سليلو هذا سليلو البنات صايباتو لي الوالده ديالي. شوفوا سليلو اللي صايباتو لي مسكينه الله يسهل عليها يا ربي في هاد النهار هذا. شوفوا البنات سليلو كي داير طحناته هي بيديها طحناته وجابت هي المكونات بيديها وقادته لي بيديها. شوفوا تبارك الله سليلو نعمت سليلو يعني ماشي شي سليلو. عرفتوا الريحه اللي خارجه منه البنات؟ واعره صراحه سليلو زوين وانت تبارك الله. ورا كانت عامره حتى لنا كلنا كلنا ضربناها في 9 ايام. مشات في 9 ايام والله. شحال كنا معولين نبقاو عندهم؟ كنا معولين نبقاو 3 ايام. اه شحال بقينا؟ بقينا 9 ايام. بقينا 9 ايام تبارك الله. راه ما تمشي غير فين مشاك الله. داكشي اللي كاين. دير رجلها وحط الطير. داكشي اللي كاين. اللي مكتوب لك مولانا هي اللي غديرها. راه داكشي اللي كاين. سديها سديها وراها مزيان. يلا كحزيتها هو الهي. ها هو. ايوا شنو غتبداي ثاني؟ جبدي ديك نيدو. نشوفوها. اه داك شوف ديك نيدو شوفي ان شاء الله. هادي نشوفوا شنو فيها. هاد نيدو يلا شوفني حلوة. حلوة مضروب على الحلوة يا خويا. اللي ضربك ضربك على الحلوة. غيكون حلوة حلوة. انا هادشي اللي كنقول لك هادشي غنخبيه. غنخبيه انت زعما كتخبيه انت. كنت غنخبيه هي كتخبيه انت. حيت غادي نمشي. اي هي كتخبيه انت. شنو شفتو؟ فقاص. شفتيه من هنا وخشاش. انا راه عرفت حلوة. عرفت الفقاص. عرفت الفقاص. شوفوا البنات ها انتوا راه فيها واحد الحلوة لداخل من غير الفقاص كاينه حلوة خرج بديها. هذا راه الفقاص صيبتو لي حتى هو ماما. هادشي كله البنات نصيب في الدار. ما شريت حتى شي حاجه من الزنقه. هادشي كله صيبته لي هي بيديتها يديدات الزينات. هادشي طبيعي صوبته بيديها. الناس الملاليات اخويا. ها شتي الحلوه كي دايره؟ عرفتي هادي اش كيقولوا لها؟ هادي باقي لها هي داك اش كيقولوا لها؟ ما عرفتش ما عرفتش كيقولوا لها هادي. ما عرفتش بدات ما عرفتش كيقولوا لها هادي عمي حسن. الغريبة مشات لي من لساني. يقولوا لها غريبة. هذه غريبة البنات الفقاص. كيقولوا لها غريبة. وهذا تا هما ماما اللي صايبتهم ليا. الفقاص هي اللي صايبته بإيديها والغريبة هي اللي صايبتها ليا. والصراحة الله وقفوا معاها جيراننا صحاباتها واحد الوقفة زوينة بزاف. وكاينين صحاباتها الظريفات لا من لطيفة ولدها إسماعيل خالتي هادو اللي ساكنين هنايا هادي فاطمه البنينه. وعليك الهضره فاطمه البنينه عليك عليك عليك. كاينه خالتي تودا كاينه من كاع الناس سيره القرابه. انا السيده اللي عند المشيش ريو ولا ما نعرفش شنو سيره عمر هضر. المهم الله عمر هضر هي اللي عطاتني البنات هاد السلسله. على فكره انتوما السلسله اللي عطاتني هاد السلسله راه كتحل هكا. الا بغيتي تحلها ولا بغيتي ديرها هكا مسدوده راه فيها جوج اللوينات. تبارك الله زوينه. اه خالتي كاينه تودا وكاينه واش زوينه ولا شي سميه بحال هكا. اه زينه زينه عتقتيني با عتقت بالخير. دابا غندوزو حطي دوزي على البواطه رقم 3. اجي نشوف دقوا البنت ديال سامي. البنات سامي مريض ليا تبدل عليهم جو تا نورمال. هذه شنو فيها ايه؟ الله يعلم اخويا. واي ما عرفت انا ما عرفت صراحه. يلا بلاتي تقلبي دابا تشوفي شنو فيها. شنو فيها؟ ما عرفت. وانت شتي دابا كتقول لي ما عرفت. شنو تقول لي؟ والله ما عرفت. نقدر نقول لك واش تجيب. والله ما عرفت. حلوه تا هي. حلوه. اه حلوه بشكل اخر. شوفوا البنات الحلوه. حلوه بشكل اخر. هذه تا هي راه مصيبه في الدار. هادشي كله مصيب في الدار البنات. شتو؟ نشوف. اه شي كامل مصوب في الدار. شوفوا. شوف تبارك الله الحلوه كي دايره. شوف. هاد الحلوة تبارك الله زوينة والله. هادشي كله مصيبة اليوم امي في الدار كامل. خويا راه الناس حادقين. الناس راه حادقين. الناس حادقين. الناس حادقين. با زيد في الصداق زيد في الصداق من الضحك الخاوي
البسالة هذه اللي بيتي زادو هذاك الشيء قليل فوجعكم الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا شكرا شكرا. اش توريهم ثاني؟ هي كنشكرك جدتي على الـ على الـ هذا على الزيت وعلى هذا. شنو هذا اللي صفتي لي؟ ما عرفت شي مسكوتشي ها؟ يلا شنو تقول كاين؟ والله ما عرفت. صحيت صحيت خلينا نشوفوا الناس كامل. ها هذا كوكو اللوز. كوكو اللوز هذا كوكو. اوكي كوكو هنا كاين قاصع قاصع تاعي سير. هاي هاي مسكين الله يما اشرح الشغل بقى ناكل في هذا الشيء. واش تبارك الله امك وعائلتك تلعب الزيتاني سيري لي الزوج امك وجيرانك وجداتك مي وجيران وجدا وعندي واحد خوالي الله يعمر الله يعمر سلعه كاملين نهضروا معايا الصراحه قلنا دو معايا كاملين ما بغيتش نذكر السميات لا نصدق زابلا وناسيا شي واحد فيكم اللهم نسكت كاملين بكم زينين كلشي زين الخايبيه والو. شنو هي هذه كرتونه ثاني؟ هذه كرتونه واش بدا جرها جرات كرتونه هذه هذه تاهي كرتونه وثقيله يا البنات ها ثقيله ويلي نلعب شويه يلا سير سير شوف هذه الكرتونه شنو فيها نور باسله ها اوه ها الفلفل 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 على فكره ماما الدومين ديالها هو خدامه في الخضره الناس اللي ما عارفينش شوفوا هذا الشيء هذا الشيء راه خدامه فيه امي بيديها راه هذا الشيء كناكل ديال امي راه كناكل هذا الشيء ديال امي راه امي كضرب تماره البنات وقولوا الله يرحم الوالدين الناس اللي كيقادوا لكم في المصانع ديال المطيشه وداك الشيء كامل حيت شكون تشوفوا التماره اللي كيضربوا باش نحن ناكلوا مطيشه زوين راه باز ليهم عرفتي شنو الواحد يفيق من 6 ديال الصباح حتى لجوج ديال العشيه وهو خدام والبرد والشتا والاجواء كاملين مخلطين انت خدام راه هالبونجور ديالك الوالده والله برافو عليها. المهم تبارك الله شفت هادو ديكور هادو تحطيهم ديكور عيب تاكل هادو ديكور والله الا ديكور شوف تبارك الله داكشي قداش هادو البنات نحلوهم ونعمروهم بالكفته والروز ولا 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 حسن يتكلف لينا بالطياب ديالهم تبارك الله تبارك الله واش قداش تبارك الله هادو والله ما تلقيهم في الداخل كيدك لا ما كاينش هادشي تبارك الله شوف داخل ما كاينش كيدك تبارك الله شوفوا قدام وشوف شوف شوف واحد الحاجه ها انت ها لا لا راضي 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 تبارك الله نضربك بها نفلقك دير لي شي حاجه غنهز بالبلا غنعطيك الراس غندوخك غنصيفطك تخلي سيف سيلا نصرتني امي نصرتك امك نقول لها سرتك الصوره يلا سدي لك شروني حبابي اخويا اش بغيتي يلا سدي انت كنتي داصر اصلا ومفرع لا اختي كنتي داصر حيت والديك وما نعرفش شنو لا انا تما جاب لي الله لا لا ماشي اللي كيبان والدي خصو يتصر ماشي اللي كيبان والدي خصو يبدا يتصر سي سي قال لك تزكم صرت غنجمع بالي سري حدا ما با نقول لك سير اش خلاها اسماعيل قال لك مالك خطبتيها من عندك ما درتيها مالك سبحان الله لا ديريها لا خويا ولادي ولادي خويا ما سخينش انت مسخات ماشي مشكل اي صافي مزيان مزيان انت الدنيا هذه انت معليش صافي امسكي والو انت انا ندير معاك في 6 ايام صافي يعجبك يعجبك والله حتى بدا ندير راس لافير ديالك واش تعرفينيش باش تعرفي شنو الناس باش تعرفوا عقلو صغير لا لا انت عقلك صغير الزريعه ديال عقلك صغير يلا جري شو الزريعه ديال الفلفله عقل سفيان قدها سيدي دابا نقلبوا الموضوع دابا اش باقي هنا بقاش العيب هنا جري جري نشوف واش الشيء اللي كاين هنا جري 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 دابا هادي كي غنديروا نجروها هادي فيها تماره ثقيله تماره تجرب يد تجرب يد وحده وكتقولي ها ثقيله واه ثقيله يا خويا واش جري لك الشيء باع على وانا ماشي باع يا راه شفت 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 البنات كاين هنا الله اعلم كاين هنايا ناجيكس هو عريض هاي مطيشه جابتها لي امي من البلاصه في خدامه وباقا ما طيباش باش مسخمش ليا علاش ما طيباش قالت لي خليها ما ديرهاش في الثلاجه ما ديرهاش في الثلاجه باش تطيب تولي حمراء قالت لي تولي حمراء 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 عاد كلها شوف تبارك الله شوف مطيشه كبيره ديال سميتو اوريجينال ما فيها هادي هي بدات كطيب شويه شتي بدات كطيب بدات كطيب باقي هاد واحد 3 ايام بحال هكاك ويوليو كاملين كثر كثر ها كثر ويلي والله الا المهم عرقنا مطيشه عرقتيها مطيشه 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 غاليه عندنا ها كنشري مطيشه انا كنشري ب 16 درهم مطيشه دابا صافي ولكن راه بالصيف اخويا ما تغلي والله 16 درهم وحق الله في السوق بشحال كناخذوها صوفيا لا ولكن دابا مابقاتش ذاك الثمن كانت كانت المهم ما عمرني ننسى النهار مشيت نهز كيلو مطيشه قال لي 16 درهم قلت لها طميشه هذه ماشي مطيشه مدموزيل مطيشه عافاكم
البنات انا انا ما غنمشيش. شوفوا انا ما بقاش مرض في صحتي، انا ما غاداش معاك اخويا. ما غاداش اش كتقولي لي انا صافي باغي تمشي سير. واش كتقولي انا ما غاداش؟ لا ما غاداش، غنشد ولادي وغنبقى هنا. تشد ولادك ولادك اوصلوا شديهم انا نبقى هنايا. وكاينه البنات زبيده بلدي زوينه، الزبده بلدي باقا ما وريتيهاش ليهم الخير. كاينه في الفريكو، كاينه في الفريكو خويا. غدوب لي الزبده متقولب، تخليها حتى الغدا عاد تخرجوها. هذاك نساوها الصكع، لا ما نساهاش. ها نسياش، بقاو مع الفيديو وما تزقيو. ايوا الاخوان دابا جينا عفتو، راه نسينا واحد جوج كنعطيناهم كما كتشوفوا فيهم. هالكرطونه الاولى وهالكرطونه الثانيه، هادو جاوني من عند واحد السيد الله يعمر عذر من 2021 الاخوان. هو كيتفرج فيا مسكين، ساكن حتى هو هنايا في هاد الدوار هذا. 2021 مسكين هو كيتفرج فيا، لا هو لا امه لا خوته لا بويه، الله يعمر عذر. ناس دراه واش بسطاء ولاد الخير. جاب لي الكراطان جيو تشوفوا شنو غنلقاو فيهم. راه نسيت قبل ما وريتهم لكم، دابا غندوم الدار وغتشوفوا كلشي على عينيكم. ها انتوما، ها الله يلا تبارك الله ثقيله. هاي الكرطونه الاولى تبارك الله كديره، انتوما كتشوفوا فيها الحطه. هاي الكرطونه الثانيه نجبد عليكم، ها هي ها الكرطونه الثانيه. يلا بقاو مع الفيديو وما تنساوش. ايوا البنات، وكاينين هاد جوج كارطونات هادو. هادي فيها الخيار، هانتوما شتو فيها الخيار، وفيها حتى مطيشه. شوفو مطيشه، حتى مطيشه من فيها مطيشه والخيار. وكاينه كارطونه اخرى البنات، ها هي فيها حتى هي المطيشه، ولكن هادي فيها مطيشه طوماط سيغيز. هانتوما البنات شوفوا، هاد الحمار غتولي بحال هكا شتو، خاصها تزيد مازال طيب، ما غاديش نديروها في الثلاجه. المهم ها مطيشه صافي، هادشي اللي طلعها البنات. الحمد لله وشكرا لامي، والله مسكينه ما خلات ما دارت عليا قسما بالله. ما كاين شي واحد يدير عليك بحال هكا، وراه قلت لكم الخير ما تلقاه غير في امك. الا ما دارتوش فيك امك وما داروش فيك باك، ما تسنى الخير من حتى شي واحد. عمر شي واحد غيعطيك شي حاجه، عمر شي واحد غيبغيك تكون احسن منه، وما كاين حتى شي واحد غيبغي يشوفك انت عالي عليه وانت واصل عليه وانت هادي، فهمتوا؟ حتى واحد ما غيبغي لك الخير، ما كاينش شي واحد غيبغي لك الخير من غير والديك. فاللي عنده والديه البنات يتهلا في والديه، ما كاين ما احسن من الوالدين. انا هادشي اللي غادي نقول لكم. ايوا البنات، هاهي الوالدة ديالي مسكينة، صايبات لي كلشي وقادت لي كلشي وكبرت بيا واحد التكبيرة البنات اللي ما عمرني غنساها. اقسم بالله العظيم عطاتني بزاف ديال الحوايج اللي ما كنتش حاسة بيهم، وعوضتني على بزاف ديال الحوايج اللي ما عمرني حسيت بيهم، وعطاتني شي حوايج اللي ما كنتش محتاجة ليهم. لقيت فيها بزاف ديال الحوايج، لا هي لا با محمد لا خوتي لكاملين الصراحة الله العلي العظيم. وشكرا امي، الله يسهل عليك، الله يعطيك صحيحتك، الله يخليك معزيز عليك. والله قولي شكرا كرهتي بنتي. المهم الخوت اقسم بالله العلي العظيم، الا ما لقيتش حتى شي واحد، لقيت با محمد والوالدة وخوتي من اسماعيل حتى المروان، من اسماعيل اشرف ومروان بثلاثة. والله قريبة انا واسماعيل عندنا نفس العقل، هي نفس العقلية، خصوصا اسماعيل هو اللي قريبة لي انا وخوتي كاملين، واسماعيل اكثر واحد انا قريبة لي فيهم. فهادشي اللي كاين البنات، وخلي لكم اخر كلمة مع الوالدة ديالي هي اللي غادي تهضر معكم الكلمة الاخرى، واسمعوا شنو غادي تقول. انا البنات فرحانة وفي نفس الوقت مقلقة، حيت بنيتي غادية جمعت ليها داكشي علاش قديت، واللي قدرني عليه الله، وكنتمنى كنتمنى اكثر من هكا، وماشي هذا هو حق وجهها. وبغيتها تقعد معايا مازال، ولكن الظروف كتحكم ما سقيتش بيها، ولكن الله يسهل عليها هي وراجلها وليداتها وشيخها وعدوزتها. الله يوفقها، الله يعمر ربي يسهل على داكشي اللي تمناه. وفرحتي راه ما كتصورش البنات، وعزيزه عليا، وبحال اللي كنعرفها شي 20 عام ماشي عاد جات عندي. وهادشي اللي غنقول لكم، وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى لنا الطريق السلامه، والله يوصلهم بخير وعلى خير. وراني غير حابسه البكيه ما قديتش،
والدار غادي تخوى عليا دابا كاع هادشي دابا صابره غدا غادي تكون عندي نهار اخر ووجه اخر ولكن الحمد لله غتخوى عليا الدار غيخوى عليا البيوت ما غنبقاش نشوف داك الفيقه ديال الصباح ما غنشوفش وليداتها ما غنشوفش راجلها ما غنشوفش شيخها كانت اجواء زوينه كانت معمره عليا الدار ودابا الله يسهل عليها والله يسخر ليها وانا كنواعدها قدامكم باني عمرني ما غادي تلقاني بعيده عليها فين ما وقفات عليا وخاصها تعرف بلي عندها ميمتها اللي غادي تشد فيها بسنانها وغطيح عليها في العافيه وغتحدى عليها جميع الحوايج وشكرا لكم وكنتمنى لولدي السعاده والله يسهل على سفيان والله يجيب ليه التيسير والله يجيب ليه الرزق هو اللي جابها عندي هو اللي لقاني بها وما نكذبش عليكم هاد الحضره ما بغيتهاش ولكن كتابت اليوم جالسه بلا عقل الغدا ما تغديتوش وقلبي منفوخ ولكن الحمد لله وكنشكر با حسن بزاف وكنطلب منهم يطلعوا لي في بنيتي راه مهلين ولكن يزيدوا تهلاو فيها باقا صغيره باقا ما عارفاش الله يسهل عليهم كاملين يا ربي وشكرا لكم البنات وديروا لها بارطاج وديروا لها لايف وشكرا وتصبحوا على خير الله يسهل عليكم كاملين يا ربي.